انت ولدي يا صتام، صتام التاسع بين السطاتين. جدك صتام الاول يسمونه راعي المدة، لأنه طلع من العرب وراح وغاب ثم عاود على ربعه. وانت طالع على رحت وتعلمت وتثقفت في المدينة وعاودت ربعك. وجدي الثاني يا ابوي؟ جدك الثاني حب يطلع على جدك الأول وطلع من الديرة ولا عاد عاود. وجدي الثالث يا ابوي؟ جدك الثالث يا جدك الثالث طلع من ربعه يدور جدك الثاني ولا عاد عاود. حنا فرسان وانا ابوك، اللي يطلع من عندنا ما عاد يعاود. تبيني اروح ادوره يا ابوي؟ لا لا خلك، وش يقومك انت؟ وش يقعدك؟ خلك محلك، لان جدك الرابع طلع يدور جدك الثالث ولا عاد عاود. بس يقولون ان جدك الرابع كان راعي قصيد، فاحلم من فحول القصيد. يعني انا طلعت عليه يا ابوي؟ انت تعرف تقصد يا ولدي؟ هي يا كبر حظك يا شيخ ذاري، ولدك راعي قصيد. سمعني سمعني قول. يا راكب من عندي شوي شوي شوي، ورا ما تاخذ لك فرس ولا ذلول. اي تمشي وتوقف شوي شوي شوي، ما غير تمشي وتقول مهبول. والله المهبول اللي يسمع قصيدك، إن عاد عاودتها قطعت راسك ولسانك. حافظ على هيبتك ولا أبوك، حافظ على هيبتك جدانك، وأنا فرسان مطحطحة. ما جازت لك يا أبوي؟ هلا، بس لا تقولها، خوف ينظلونك جماعة الربع ما يفهمون. طيب يا أبوي، أبيك تعلمني عن جداني السطاتيم. إيه جدانك السطاتيم ما لهم عد، بس عطني يدك خلني أوريك. هذه يدك؟ أيه يا أبوي. حسبي الله على إبليسك. وش تاكل يا ولدي؟ ذبحتنا، خلصت حلالنا، أرفق شوي. هذا جدك الأول صتام راعي المدة، وذا جدك الثاني اللي راح ولا عاد عاود، وذا جدك الثالث اللي راح ولا عاد عاود، وذا جدك الرابع اللي قلت لك راعي القصيد راح ولا عاد عاود، وذا جدك الخامس يقولون انه كان متين. هذا اللي انا طالع عليه يا ابوي. انت ما شاء الله ماخذ من جدانك كلهم، والخوف انك ما كلهم كلهم بالعهم في بطنك. بس عاد ابيك تسمع، حنا وجدانك وابوك عاثين في عرب الشيخ ديبان، كل يوم نذبح منهم خمسه سته سبعه، وبيك تطلع على ابوك فارس تحطوح انا مطحطح.